اتفضل عارف نفسك. حضرتك اسمي سعد الدين محمد العجمي. مساء. من مواليد السيدة زينب. حضرتك جريت على موتوسيكل مجهز 7 الشؤون الاجتماعية ووزارة التضامن. واتعمل عليا بحث وكده وقالوا لي هات لنا جواب من المرور انك انت مش واخد موتوسيكلات قبل كده. جبت لهم. ورحت وقالوا كشفوا عليا يكشفوا على نسبة الإعاقة. طلعت نسبة الإعاقة 80%. حلو الكلام. ادوني بدال الميعاد 5 مواعيد. كل ما اروح الاسبوع الجاي اللي وراه الاسبوع الجاي اللي وراه لغايه ما بتصل بواحد اسمه الاستاذ مجدي ماسك اللي هو ايه مدير بتاع موتوسيكلات المجهزه بتاعه المعاقين. قال لي اصل خدوا الفلوس راحوا صرفوها في ليبيا على بتوع الانتفاضه الليبيه والحروب اللي في ليبيا. طب يعني حاجات المعاقين بدل ما يسلموها لنا يروحوا بدل ما يشوفوا اللي بلدهم يروحوا بلد غيرهم مثلا ويشوفوا احنا نروح فين في الكلام ده كله. فانا بناشد كل من في جمهوريه مصر العربيه يشوفوا الفلوس بتاعتنا اللي سرقت واتصرفت بره دي في الهدار راحت يا جماعه. حاجه وفلوس فين بالظبط؟ حضرتك كانوا بيلموا الاعلانات دي من بنك ناس الاجتماعي ومن نقابه الاطباء ومن كل هيئه في مصر على اساس ان هم بيجيبوا موتوسيكلات المعاقين. ماشي. كل ما اروح يقولوا انتوا في الكشف بتاع بكره الكشف بتاع بعده بتاع الاسبوع الجاي اللي وراه لغايه ما اخر حاجه قالوا لنا اصل الفلوس اتصرفت في ليبيا. يعني مين قال لك اسم الفلان بالظبط؟ الموظف اسمه مجدي. مجدي ايه اسمه؟ مجدي مش عارف مجدي ايه بيتكلم في التضامن وزاره التضامن مجمع التحرير الدور الرابع. كان يوم ايه قال لك الكلام دوت؟ الاسبوع اللي فات يا فندم. بنفس اللفظ اللي انا بقول لك عليه دوت. المدير بتاعه اشتكيت عملها. هنشكي لمين يا فندم؟ احنا بقالنا 5 سنين بنشكي. هنشكي لمين؟ الشكوى والغيره اللهم زلها. المطلوب صوتي يوصل لكل مصري ان هم يجيبوا حقوقنا حقوق المعاقين. يعني انت بتتهم وزاره التضامن. وزاره التضامن يقولوا لنا فين الموتوسيكلات بتاعه المعاقين اللي احنا المفروض نستلمها من 5 شهور فاتت. فين هي موتوسيكلات المعاقين؟ احنا عاوزين نتحرك. كم واحد يا حاج؟ احنا كتير. احنا مقدمين اكتر من 15 نفر. اللي اتعمل عليهم الكشف. عملوها في ظهر الاهرام. في مستشفى كده في دار الاهرام جمعونا كلنا وعملنا الكشف دوت من قد ايه؟ من سنه. من سنه فاتت. لا هو نتيجه الكشف عندهم وقالوا لنا انتوا نجحتوا. على ميعاد الاستلام بقى داخلين على سنه وهم ما استلمناش حاجه. طيب شوف المدام. ماشي يا فندم. اتفضلي. حتى في ايدك كده. انا بقى حضرتك عيالي دول مولودين تبع تشيك زينهم وشهادات ميلادهم على تشيك زينهم. والمفروض ان استلم تبع كشاك زينهم. كنت بعمل عمليه لابني ده في مستشفى مستشفى المطريه معوقه. شلل الاطفال. شلل الاطفال. تمام. فحضرتك جم على جيت واشتكيت وعملت حاجات وكنت عامله بحث بان انا محتاجه للشقه. ولما سلموهاني ما سلمونيش تبع كشاك زينهم. كانوا بياخدوا فلوس ساعتها. حضرتك عارف يعني موضوع الكشاك اللي كانت بتتباع. فما خدتش بصراحه ساعتها ولا كنت مقدمه من 2005. وحضرتك لما عملنا المظاهرات وكده واستلمنا تبع المعوقين كنت بلم زمايلي المعوقين من الرصيفه ومن النوادي. ولما خدنا الشقه حدفونا في حته كلها بلطجيه وحراميه وفي النهضه وفي شقق يعني ما حدش يقدر يقعد فيها. ومجاري وبهدله اخر بهدله ومش متوضبه وتشطيب زباله. انا طالبه بس ان انا ارجع مكان زينهم تاني زي ما قالوا لنا وشهادات ميلاد عيالي على هناك وجوزي على السيده بطاقته وانا على الحلميه على الخليفه كلنا المفروض في المكان ده. ازاي يحدفوني في اخر الدنيا؟ وغير كده الموتوسيكلات جم وقالوا لي تعالي واعملي ورق واعملي بحث بتاع الشؤون. وعملت البحث وعملت الكشف الطبي وعملت كشف النظر وكل حاجه وبقالهم سنتين اهم مدوخني وما عدوليش حاجه. برضه نفس الموضوع الموتوسيكل. وبالنسبه للقوى العامله برضه نفس الموضوع. لا لاقي شغل ولا لاقي جوزي شغل. والقوى العامله عامله 100 كعبه عمل. وحتى الوظيفه اللي جات لي لقيت واحده حاطينها مكاني بالوسط. انا اسمي نادي عبد الظاهر. كانت وظيفه ايه يا حاجه؟ وظيفه في الطب البيطري في عين السيره. حضرتك رحت لقيت يعني حوالي 50 واحد غيري. كانت تبع اللي تبع كنت مقدمه تبع البوسطه اللي هي كانت الوظائف اللي ام 5 جنيه دي اللي كانت بتعمل في البوسطه. وحضرتك دلوقتي قدمت تبع الخليفه برضو ما جاليش اي شغل. اللي جالي رحت ودوني شركه حجاره والحجاره بتبعت لي ايه؟ انا مش طالبه زكا. بتبعت لي زيت وسكر. انا مش طالبه زكا. انا طالبه وظيفه حقي 5%.
اسم حضرتك؟ نادية عبد الظاهر عبد الرحيم. تليفون بقى صعب. تليفون ماشي مش تليفون 017 050 017 كام يا سيكا؟ 017 7350189 والرقم الثاني حضرتك سيب. ماشي طلعي براحتك. ايه هتطلع تليفون؟ حضرتك 017 هاجي لك يا عيب. انتوا جايين بتروسيكل ده عشان معجرين؟ حضرتك كان معايا ثلاث عيال زي ما انت حضرتك شايف كده ومتبهدله، لا اقدر اطلع النهضه ولا معايا مصاريف اصرف للنهضه والمواصلات والكلام ده وانا معوق. وحضرتك رقم تليفوني 017 381 4835. شكرا لله. خلاص كده انا زي المعوقين كلها تعبانه، المعوقين كلها وضع واحد مش هي بس اللي تعبانه. مقدمين على الشقه بقالنا كتير برضه. اسم حضرتك؟ علاء محمود حنفي. مقدمين على الشقه بقالنا كتير قوي، وانا اصلا ما كناش بناخد حقي ولا باطل. مقدم فين وايه؟ في المحافظه. محافظه ايه؟ القاهره. كل ما اروح تعالى عد علينا. لسه ما عملناش بحث. انا قدمت 50 مره. انا اخر مره قدمت بقى قبل الثوره بشهرين. تعالى حاضر هنقدم لك، تعالى هنجيب لك، تعالى شوف، تعالى اعمل. هي البلد كده كده ما فيهاش اي خدمات للمعوق عامه. معوق ده فئه مردومه، فئه مش موجوده، يعني تعتبر فئه ضاله جت اتخلقت في مصر دي. اتخلقت صدقني والله، اتخلقت في مصر دي من غير وجود. يعني هو اي مصري او اي مسؤول يشوف معوق كده اكنه بيعطف عليه، مع اني حقي زي زيك. انا جاي هنا عشان انا عايز اساعد الناس اللي قاعده دي. معوق بس عايز تساعدهم باي حاجه، لان احنا مش واخدين حقنا في اي حاجه، مظلومين ظلم باين لحد الاخر. شكرا. ده واحد وده الثاني معوق برضه. ماشي. رقم الشقه اهو، مش وجاله موافقه كل حاجه وما سلموش الشقه لغايه النهارده. محافظه القاهره صورها يا فندم كده. اسمه ايمن محمد نسيم. ايمن محمد نسيم. ماشي. معاق. كل ما اروح اقول له مبروك انت خدت الشقه خلاص اهو لغايه النهارده، لا تعايد ولا دفعوا له فلوس. ادي واحد مصطفى عبد العال محمود. وده واحد اسمه مصطفى عبد العال محمود. انا قدمت في محافظه القاهره وموظف في محافظه القاهره على الشقه وبتاع بتاعت المعوقين، مفيش خالص. كل ما اروح يقول لي مفيش. قبل ما يمشي المحافظ اللي هو بتاع حلوان حضرتك، واخد بالك، انت قدمت اللي هو ال 5% وحضرت ورقي وبتاع، وكل ما اروح لهم يقول لي لسه. ورحت للمحافظه مؤاخذه في القطاميه، ولا اي حد اداني نتيجه خالص. والمديره كل ما اروح لها تقول لي لسه لسه لسه. اللي هي في الاسكان مؤاخذه، في الزنزانه مؤاخذه، في حلوان المساكن. تليفون حضرتك؟ مصطفى عبد العال محمود. تليفون حضرتك؟ تليفون يا سهم. ومن القاهره؟ طيب من القاهره. من حلوان. من حلوان القاهره، شارع ابن نمود. طيب هاخد انا التليفون منك بعد التسجيل واحطه. ماشي ماشي. حاضر حاضر.